متتبعي قناة أنفاس بريس مرحبا بكم في لقاء جديد مع السي محمد شروق اعتدنا في لقاءاتنا معه أن نتحدث عن طرائف الرياضة القدم رياضة أو كرة قدم بصفة خاصة لكن هذه المرة لأن الحدث يفرض نفسه فقدت أسرة الإعلام يعني الزميل إدريس أوهاب والزميل إدريس أوهاب كان من جيل تاع محمد شروق هذه الحلقة سنخصصها لهذا الفقيد سي محمد شروق مرحبا بك شكرا سي بوستو وهذه مناسبة باش نترحموا على الأخ ديالنا والصديق ديالنا والزميل ديالنا دريس وهاب ونقدموا التعازي للعائلة ديالو الصغيرة والعائلة ديالو الكبيرة. آه. سي محمد شروق أنت عايش سي وهاب في فترة تاع الدراسة في المعهد العالي للصحافة بالرباط. ما كنّاش تحكي لنا ولو بعض الذكريات اللي جمعتك مع سي وهاب رحمة الله عليه. أولا آه. دخلت المعهد العالي للصحافة بالرباط في, في 82 و... والمرحوم دخل في 84. و حنا ولاد الدار البيضاء وهذا والمعهد اصلا المعاد العدد ديالو قليل فما كتكونش واحد واخا المستويات الدراسيه ولا السن ولا هذا ما كتكونش هذا الشيء ما كياثرش على العلاقات الانسانيه والصداقه اضافه ان المرحوم دريس اوهاب كما عرفته النهار الاول كما عرفته قبل ما يتوفى انسان لطيف جدا دائم ابتسامه باشوش يعني واحد الانسان اللي طيب القلب الى ابعد ابعد حد وبطبيعه الحال وحتى الاهتمام ديالو الرياضي بحالي حتى ملي كنا طلبه في المعهد كان كنا كنتلاقاو على 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 سبور وكانت مناسبه في هذيك في هذيك الفتره حتى واحد الجيل ديال الزملاء اللي الان راه تالقوا في المجال ديال الاعلام كان مصطفى طلال محمد زمان سعيد انيس حسن فاتح نصر الدين حسيني انس بوسلامتي جميله الشاذلي يعني واحد اسماء كثيره كثير رشيد جامي عبد من برا واحد العدد ديال ابراهيم الشعبي هادو هو دري سهاب رحمه الله عليك بدا كمقدم اخبار يعني ثم انتقل الى الميدان الرياضي نعم اه في هو دل دل القناه هو دري سهاب من المؤسسين ديال المهنيين ديال القناه الثانيه في 1000 الف مارس 1900 الف 1989 كان مقدم ديال الاخبار اول قناه ياس. اخباريه قدمها هو اول قناه مم. اول اول نشره, نشرة اخباريه قدمها الراحل ادريس وهاب وتالق في المجال الاخبار وفي الحوارات السياسيه ويعني كان كان متالق وفقداته صراحه الساحه الاعلاميه آه في يوم العيد قلت لك كان عندي قصه مع السي وهاب رحمه الله عليه فاش الكتاب تاع انا والسرطان احكي لنا هذه القصه اللي وقعت لك من بعد صدور الكتاب انا والسرطان 2015 اصلا العلاقه ديالي مع المرحوم ما تقطعاتش و في 2017 كنت دعيت الى واحد الندوه لتقديم كتابي انا والسرطان من طرف واحد الجمعيه اعلاميه فدخلت للقاعه وذاك النهار كنت انا عيان وجيت رغم الوضع الصحي ديالي دي فاصريت انني نحضر وكانت القاعه غاصه في بي كنت فاجئ بان دريس اوهاب هو اللي تيقدم هذيك الندوه وحتى هو جات واحد المفاجاه زوينه وناض على النقلي لي واحد التقديم يعني اللي فرحني بزاف ويعني هذي مناسبه باش نعاود نجدوا عليه الرحمات ونطلبوا ليه الرحمه والمغفره ونقول للعائله ديالو دي الصغيره بيحنا راه حنا راه حنا فقدناه واحد وحنا راه فقدنا واحد الاخ ديالنا شكرا سي محمد شروق تعازينا الحاره لاسره سي ادريس وهاب رحمه الله عليه الى اللقاء في لقاء جديد ان شاء الله